اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع عبد الرحمن طه، احسن حارس مرمى في بطوله العالم 2019 في العالم. والحقيقه يعني حوارنا معاه ما بينتهيش عن الخبرات المحليه وايضا الخبرات الدوليه اللي خدها سواء لاعب ناشئ او مع النادي الاهلي. ولكن هيكون معانا طبعا عبر الهاتف الكابتن عمر ياسين نجم النادي الاهلي الفريق الاول طبعا لكره اليد، واحد المقربين جدا من عبد الرحمن. اهلا بيك يا كابتن عمر. كابتن هيثم، السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وحشني جدا جدا جدا. هاسم، اخبارك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ وطمنا على التمرين وامورك ماشيه ازاي؟ احنا والله الحمد لله تمام اهو، كل يوم بنتمرن الحمد لله حوالي 4 ساعات. الدنيا ماشيه كويس الحمد لله، اتمنى يقول لك معاك. 4 ساعات بس؟ طب ده كويس يعني. ده انا عبد الرحمن بيقول لي ده احنا بنبقى عايزين بق ميه ما بيدوناش. معايا يا عمر؟ الو الو الو، ايوه سامعني يا عمر؟ معلش الخط وحش شويه. بقول لك ده طه بيقول لي ده احنا بنبقى عايزين نشرب بق ميه وما بيدناش. هما بيعذبوك ولا ايه يا عمر؟ بس الحمد لله كله في الاخر عشان نقدر نوصل باذن الله طبعا اللي احنا حاطينها يعني. طبعا انت لاعب مميز وليك خبرات حتى احترافيه جيده جدا يا عمر، واكيد ليها يعني اكيد يعني دور كبير جدا مع الفريق. خليني اقول لك عمر، يمكن احنا الفرقه السنه دي، وانت حتى شخصيا قلت لي الكلام ده، قلت لي ان احنا عندنا ما شاء الله 3 حراس مرمى على مستوى عالي، بدينا امان بشكل كبير جدا جدا. رايك ايه في الكلام ده يا عمر؟ والله احنا الحمد لله يعني من ضمن المميزات اللي احنا فعلا بنتكلم فيها طول السنه ان احنا فعلا ما عندناش مشكله في حراسه المرمى، وفعلا احنا عندنا افضل 3 حراس في مصر يعني داخل الدوري المصري. دي حقيقه يعني ما هياش مجامله خالص، باستثناء طبعا كريم هنداوي كده كده محترف. لما بكلمك عن الناس اللي بتلعب في الدوري المصري، عندنا احسن 3 حراس الحمد لله في مصر يعني. طب عمر يعني قول لي اللي بيميز طه ايه بالاخص؟ يعني انت اكيد كلاعب برضه بتبقى شايف لكل حارس مرمى ميزه معينه، ميزه طه اللي انت شايفها عاليه فيه قوي ايه؟ اكتر ميزه بصراحه في طه بتعجبني فيه الريفلكس بتاعه سريع جدا، وبيعرف يستخدم اطرافه كويس انه يقفل زوايا التصويب للعيبه من خارج التسعة متر. رد فعله سريع. رد فعله سريع، وبيعرف يستخدم اطرافه كويس في انه يقفل الزوايا على اللعيبه اللي بتشوط من بره. طب ما دي ميزه كبيره جدا. انا عايز اقول لك ان كور في اوقات جدا بتيجي بسرعه عاليه. دي حاجه طبعا بالنسبه لحارس مرمى في كره اليد، دي حاجه من الحاجات المهمه جدا، ان تدي له ادفانتج على الهجوم بتاع الفرقه اللي قدامنا، وادفانتج على اللعيبه الثانيه اللي احنا بنلعبها، ان هو بيبقى مميز في حته زي دي. فطبعا دي بتبقى حاجه بالنسبه لنا احنا مفيده جدا، وبتساعدنا كتير في ان احنا نقدر نبني عليها حتى الدفاع بتاعنا. طب عمر يعني النهارده منتخب تعادل مع سلوفينيا، كنا اتمناها فوز طبعا، بس الحمد لله يعني التعادل ده افضل بكثير يعني من ان احنا كنا خسرنا، بالرغم ان احنا كنا متاخرين 10-8. عايز اوضح حاجه في نقطه التعادل، ان احنا حتى لو كنا كسبنا هيبقى الشانس بتاعتنا في الصعود دول نطلع اول يعني تعتبر كده يعني. احنا الحمد لله كده كده سواء كسبنا او تعادلنا يعتبر الشانسز واحده، لان احنا لو كنا كسبنا برضو كنا لازم نستنى ماتش السويد صحيح تخسر او تتعادل. صحيح، كان عندنا فرصتين، لو كنا كسبنا كان هيبقى عندنا 2 شانس ان احنا نصعد اول، ان السويد تخسر او تتعادل، لكن دلوقتي عندنا شانس واحده بس ان السويد تخسر. فلسه عندنا شانس نطلع اول، وكده كده ان شاء الله تاهلنا سواء اول، احنا كده كده تاهلنا دور الثمانيه. طب انت رايك يعني لو مثلا نتكلم زي ما اتكلمت مع طه على الورست كونديشن، ان احنا ممكن يبقى نقابل الدنمارك في دور الثمانيه، شايف الدنمارك يعني زي قبل كده يعني خاصه ان معاهم حارس مرمى قوي، ولا شايف الدنمارك اقل شويه من البطولات اللي فاتت؟ هو لحد دلوقتي الدنمارك من يعني من الفرق اللي هي ما خسرتش ولا ماتش داخل البطوله، فطبعا ده بيدل ان هي فرقه جامده برضه وجاهزه، وبتاع شكل منتخبنا دلوقتي في حته ثانيه خالص. صحيح، يعني من المجاملات احنا دلوقتي بنناطح الفرق الكبار على العالم، والماتش ده النهارده بتاع سلوفينيا لحد ما كناش موفقين كتير، ولكن برغم كل السلبيات اللي حصلت في الماتش ده الحمد لله ان احنا نخطف يعني كنا كسبانين كمان، هم اللي تعدوا معانا في اخر ثانيه. صحيح، ان احنا الحمد لله منتخب مصر حتى في اسوء حالاته بيقدر يعمل ماتش قويه ويقدر يكسب الفرق الكبيره على مستوى العالم. صحيح يا عمر. طبعا ان يعني حتى لو هنلعب الدنمارك انا هم اللي منتخب بعد ماتش اسوء يعتبر اسوء مباراه، ورغم كده احنا قدرنا يعني نبقى ليدنج في الشوط الثاني. مش عارف، حاسس ان احنا نحقق مفاجاه ان شاء الله يا عمر، يعني حاسس ان الاداء الرجولي انا مش شايفها مفاجاه صراحه بالنسبه للاسلوب اللي احنا بنلعب بيه والمباريات اللي فاتت، مش هتبقى مفاجاه، هيبقى انا شايف ان ده النهايه الطبيعيه للي احنا كنا بنحضره الفتره اللي فاتت كلها عشان
عشان البطوله بصراحه. صحيح طبعا كابتن عمر ياسين نجم النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في المداخله الجميله دي، واتمنى لك كل التوفيق عمر مع فرقتك، انتقامه كبيره ولاعب ننتظر منه الكثير والكثير طبعا مع فريقه.